وفقا لبحث اتعمل في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، تعد الالتهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية هي أكثر العدوى البكتيرية شيوعا في جميع أنحاء العالم، حيث يصاب ما يصل إلى 150 مليون شخص حول العالم. الناس اللي بتشرب قهوة كتير، النهاردة الحلقة ليك مخصوص. يا سلام على البق الأخير ده، يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ ربنا يرزقكم الجنة ونعمها. في ناس بتعقب على طريقتي في الكلام، والله كل واحد له كاريزما، واتمنى الدعم لو انت اول مرة تشوفني وتعمل سبسكرايب للقناة واللايك للفيديو، وبعد لما تتفرج على الفيديو واي سؤال سيبوا لي في الكومنتات تحت او على صفحات السوشيال ميديا هتلاقوها في الديسكريبشن. يلا بينا. وتأثيرها اصلا على الستات اكتر من الرجالة، وعمليات فتح البطن للانثى وخروج المني للرجل قبل او بعد الجماع. شجرة معروفة في مصر زهرتها بيضة او وردية وكمان صغيرة، لما بتيجي تستوي بيكون لونها اسمر، وهي عشبة عنب الدب وفيها مواد فعالة وهي الفينول جلوكوزيد، وفيها مواد قابضة مدرة للبول ومطهرة جدا 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 للمسالك البولية. الدكتور رايح اتكلم عن استعمالات عنب الدب وقال ان هي تستعمل فقط للأجهزة الداخلية، يعني ملهاش اي استعمال خالص في اي شيء خارجي للبشرة او اي دهان او اي حاجة اصلا. الناس اللي عندها التهابات شديدة جدا في حوض الكلى والمثانه المزمنة، واللي بيكون فيها البول قلوي متقيحا ريحته زي ريحة الامونيا الناتج عن تضخم البروستاتا عند الذكور، واللي ساعات بيحصل بعد الولادة او عمليات فتح البطن او حالات المغص الكلوي الناتج عن الرمل او الحصاة الصغيرة اللي بتتكون بسبب القهوة او بسبب الاملاح الزيادة في المية او بتاكل اي اكل من بره البيت مش نظيف بسبب ان هو موجود في التراب بشكل مستمر، او عادات سيئة بتخلي ان الرمل او الحصاة البولية او الحصاة الصغيرة تتكون في الكلى. في سلس البول، سلس البول ده اللي هو تقطير البول بعد البول، يعني انت لما بتعمل حمام وتبدأ انك خلاص خلصت وتطلع من الحمام تحس ان في بقايا من البول بتنزل منك بطريقة لا ارادية، هو ده سلس البول. وساعات بيقطع علينا الصلاة، وساعات بيخلي نفسيتنا مش كويسة. والتهاب الامعاء المزمنة المصحوبة باسهال. نقول حالا طريقة الاستعمال بتاع عنب الدب، بس نكمل في الاخر عشان في ناس كتيرة بتشتكي من حاجات كتيرة، وعنب الدب النهاردة يمكن بيعالج امراض مزمنة موجودة في العصر الحالي وبكميات كبيرة جدا، وللحالات المصابة بالجفاف، وكمان بيتوصف لحالات مرضى السكر اللي بيخرج منهم ريحة زي ريحة الامونيا بسبب تراكم الكيتونات في الكبد. والناس اللي عندها مشاكل في الكلية او بمعنى ادق عندهم خلل في اداء وظيفة الكلى، السيطرة على مستويات الامونيا، ولما تكون الكلية ضعيفة او البول حمضي جدا 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 فبنلاقي الرائحة شديدة جدا جدا جدا. والاكل الكتير اللي بيسبب رائحة الامونيا، عادة يرتبط الهيليون برائحة الامونيا، خصوصا الاكل اللي فيه فيتامين B6 بشكل كبير، او الغنية بالبروتين واللي بتتاكل بشكل مستمر جدا. وكمان عشبة عنب الدب بتتوصف للستات اللي هم جابوا مرحلة سن اليأس اللي بتؤدي الى انقطاع الطمث لزيادة خطر التهاب المسالك البولية، وينتج عن انخفاض هرمون الاستروجين وفقدان البكتيريا المهبلية، ودي بكتيريا طبيعية وصحية اصلا بتعيش بداخل المهبل. كل التغيرات دي بسبب رائحة الامونيا اللي النهاردة عشبة عنب الدب بتتوصف اصلا علشان خاطر مشاكل الكلى ومنها رائحة الامونيا. لما يكون في مشكلة في الكلى او في مشكلة في الكبد بسبب الكوتينات المتراكمة عليها بسبب مرضى السكر، فالنهاردة عشبة الدب للجماعة دول. وممنوع الاستعمال اثناء فترة الحمل لانه ممكن يسبب الاجهاض، وانت يا عيني تبقى ممكن صرفة الوفات وتيجي وصفة زي بتاعتي دي تبوظ الدنيا عندك. طيب طريقة الاستعمال والمقادير ازاي؟ يلا بينا هنقول ان شاء الله. هنجيب معلقة كبيرة من عشبة عنب الدب وننقعها في مج مية عادية، مش مية سخنة ولا مية فاترة ولا اي حاجة، مج مية عادية اللي هي المية بتاعتنا الباردة العادية دي،
وننقحها فيها من 3 إلى 5 ساعات، وبعد من ال5 ساعات دول او ال3 ساعات دول هنشيل المية بالمنقوع اللي فيها ده بالعشبة اللي موجودة فيه ونحطها في كنكة بلدي افضل، لانك لو حطيتها في كاتل او سخان بتلاقي العشبة لمست الجدار الداخلي بتاع السخان وشبق لك حاجة اصلا في اللي انت هتعمله. فيفضل يكون كنكة استانلس او برادة او اي حاجة من دي، وتحطها حتى تمام الغليان لمدة لا تقل عن 10 دقايق، 10 دقايق حد تمام الغليان، وبعد كده نصفيه زي ما بتصفي النعناع وانت بتغليه في مصفى، ونحطه في الايه، في المج بتاعنا، نشربه سخن بدون اي سكر. ويفضل انك تشربه بالليل وانت في البيت، ولو حبيته تشربه بالنهار هيبقى 3 مرات بالنهار بين المرة والتانية مش اقل من 3 ساعات. تشرب بعد المج الواحد بربع ساعة كوباية مية عادية كده وراها تشرب مية. علشان تحسن طعمه الغير مقبول واللي انت يمكن ما تحبوش، هتضيف عليه وهو بيغلي على البوتاجاز ورقة نعناع او ورقة لافندر عشان تغير بس الريحة او الطعم بتاعك، وما تحط السكر. ولو حبيت يعني انك تحليه كفاية ربع معلقة او نص معلقة. عشبة عنب الدب بيخلي البول شكله غامق جدا جدا جدا، وبيتحول تدريجي للون زيت الزيتون لحد لما يتحول طبيعي لعديم اللون. لما تلاقي البول خلاص ما عادش بيطلع فيه لون اصفر او غامق، وبقى خلاص بقى عديم اللون، فده اكبر دليل على انك توقف استعمال العشبة دي تماما، وشفاك الله وعافاك. في ناس مش هتحب ريحة او طعم عشبة عنب الدب دي، فانت هتعمل ايه؟ هو بيغلي غير ورقة النعناع اللي قلنا عليها، هتجيب معلقة صغيرة او يفضل قصدي 1 جرام من بذرة الكتان، وتحطها قبل ما يغلي بدقيقتين، او معلقة كبيرة نفس المعلقة الكبيرة اللي خدتها من العشبة عنب الدب دي، تجيب معلقة كبيرة من زهرة البابونج وتحطها تغلي معاها قبل الغلي برضو بدقيقتين علشان تحسن طعمه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. ربنا يرزقكم الجنة ونعمها يا رب، اللهم امين. وربنا يعدي الايام دي على خير، وربنا يطيب قلوبكم ويطيب خاطركم ويطبطب على قلوبكم. واي حد تعبان نفسيا ربنا معاك، انا قلت الجملة دي في الاخر، ربنا معاك هيبقى احسن من الكل. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. سلام.